الأستاذ حسام زايد الناقد الرياضي الكبير ونائب رئيس القسم الرياضي بالشروق بينورنا وشرفنا في الاستوديو. أستاذ حسام أهلا بيك. أهلا بيك يا أمير، سعيد دايما بوجودي معك وسعيد دايما بوجودي في قناة الأهلي، وببارك لك طبعا في البداية على الجائزة من وزارة الشباب والرياضة، ودايما موفق ومتألق إن شاء الله كالعادة. متشكر جدا يا حسام، ربنا يكرمك. عندنا ملف مهم جدا عايزين نتكلم فيه. أكيد. رأيك في المشهد إيه؟ أنت أولا عايز أقول لك على حاجة بس في الفاصل كده، هو تحس ان هو متضايق جدا من الوضع في الكوره في مصر، تحس ان هو عايز يقول حاجات كتير قوي، فخد راحتك. لا طبعا، يعني الكل متابع للي بيحصل، واي حد يهمه مصلحه الكره المصريه بالزبط. اكيد مستاء من الوضع اللي بيحصل. انا شايف انه مقارنه الوضع الحالي بما كان عليه مع مجلس هاني ابو ريده، اعتقد ده بيرجعنا سنين ضوئيه الى الوراء. طبعاً. انت دايما دلوقتي جاي بتقارن، بتقول لي انه هو ليه الدنيا اتقلبت لما مباراه الاهلي والزمالك اتاجلت، وده كان بيحصل السنه اللي فاتت ومحدش كان بيتكلم وكذا وكذا وكذا. اولا كل مصر، كل رؤساء الانديه في مصر كانوا عارفين ان الموسم اللي فات كان موسم استثنائي. صح. بموافقات مكتوبه. صح. قبل بدايه. صح. الموسم. صح. انه اكتر من نادي بيشارك في الدوري وفي كاس مصر وفي في البطوله العربيه وفي دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه، وكمان اللي عمله الاتحاد الافريقي لما غير نظام البطوله، فخلى انه الموسم اللي قبل الماضي خلص بعديه باسبوعين تقريبا بدا الموسم الجديد علشان النظام اتغير. فبالتالي طبعا ده خلى ان الموسم مضغوط، كل الانديه رفضت السنه اللي فاتت اقتراح انه الدوري يقام بنظام المجموعتين. صح. ورفضوا اقتراح انه الدوري يقام من دور واحد وبعدين يتعمل مجموعه ثانيه لتحديد بطل الدوري، ووافقوا كتابه، انا بقول لك كتابه، انه موافقين انه يكون موسم استثنائي بالمؤجلات بالوضع اللي هيحصل هنطلع بيه لبر الامان بايا كان الوضع. تمام. فاذا ده موسم استثنائي كان الأسوأ في تاريخ الكره المصريه. فعلا. فهل احنا عايزين نكرر موسم سيء تاني على ما يبدو؟ فاهمني يعني، هل الناس اللي بتلوم على النادي الاهلي انه خد قرار، انا في وجهه نظري شايفه انه قرار مهم جدا وفي توقيت مهم، انه انا بدي جرس انذار يا جماعه انه الموضوع هيروح في اتجاه تاني، انه ده قد يكون التاجيل الاول ولكن قد لا يكون التاجيل الاخير او التاجيل الوحيد. احنا بنتكلم في منظومه عايزين نحط لها اسس. اذا فما الداعي من تغيير المجلس الاداره بلجنه مؤقته؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ يعني انت المفروض جاي علشان تعمل اكتر من ملف، ما فيش ولا حاجه منهم اتعملت. يعني بتتكلم على مسابقه منتظمه، ما حدش يقول اصله المنتخب هو اللي خلى مجلس اداره هاني ابو ريده يستقيل. المنتخب كان القشه التي قسمت ظهر البعير، لكن كان في حاجات تانية قبلها، منها انه ما فيش مسابقه منتظمه الناس كانت تشتكي منها، وانه ملف المنتخبات الوطنيه ورابطه الانديه والجماهير واكتر من ملف. اذا انت ماشي على نفس الطريق اللي كان، بل أسوأ منه. لا شفنا رابطه انديه محترفه بتتعمل ولا بتتشكل، لا شفنا مسابقه منتظمه، مسابقه منتظمه كمان هي اللي هتعمل لك منتخب قوي. ده الاسبوع الرابع ده، يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مسابقه منتظمه هي اللي هتعمل لك منتخب قوي. طبعا. يكون عندك الجهاز الفني يقدر يختار، يقدر يشوف اللعيبه المتاحه عنده، وبالتالي يكون عندك منتخب قوي بعد مسابقه منتظمه. ما فيش جمهور، وده نفس الوضع اللي كان. فين لائحة النظام الأساسي اللي كل الناس كانت بتتكلم عليها إنه اللجنة اللي موجودة هتعملها وكذا والقصة دي كلها؟ ما شفناش أي جديد بصراحة من لجنة الإدارة اللي تعينت من قبل الفيفا، ما فيش أي جديد حصل. وعلى فكرة الفيفا مش بعيد عن اللي بيحصل أكيد، يعني في متابعات طبعا. خلي بالك عشان الجزئية دي مهمة جدا، والبعض بيتكلم بيقول لك لو الأهلي عايز يروح للفيفا، طب أصلا خلي بالك الفيفا هي اللي معينه الناس دي، فمش هشيلهم. هل الفيفا ممكن تغيرهم؟ ممكن تغيرهم، ممكن طبعا. يعني ده خيار مطروح. صحيح. هو اصلا ده مش بيقول لك ده مش مجلس ده مش مجلس منتخب. بالزبط. علشان ما حدش يقدر يقرب منه. دي لجنه مؤقتة معينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بقرار تعيين بمقابل مادي، وده قلناه قبل كده ان هم بيتقاضوا رواتب شهرية. ده مش عيب، بيتقاضوا رواتب شهرية نظير القيام بهذا العمل، لانه الاتحاد الدولي مفيش حد يتعامل معاه مجانا. طبعا. كل لجانه بمجلس ادارته نفسه بيتقاضوا مرتبات شهرية. اذا انت موجود لمهمة معينة، المفروض حتى
من شروط القرار ده انه اي قرار يعني او اي مشاورات لازم يرجعوا للاتحاد الدولي، فالاتحاد الدولي شايف كل اللي بيحصل ده واكيد متابع، واتوقع انه ممكن يكون في قرار لانه اكيد لن يسمح انه هذا الامر يستمر بالشكل ده. كمان عايز افكر برضو يعني الناس بنقطة مهمة جدا، علشان يعني انا بقول انه ده موسم جديد وان احنا بنبني وانه مش عايزين نبص للي فات. طب طالما انت بتبص على اللي فات، تعال افكرك بحاجه مهمه جدا. لما الاهلي كان مؤجل ليه اكتر من مباراه قبل بدايه الدور الثاني السنه اللي فاتت، واعترض بيراميدز على هذا الموضوع، والزمالك كمان ايده وتضامن معاه وقالوا انه لا، لازم الاهلي يلعب مبارياته بالترتيب، مش يلعب يعني لجنة المسابقات ما تعملوش مباراة مثلا كانت في الأسبوع الخامس قبل الأسبوع الرابع، لا لازم يلعب بالترتيب. تمام، ووقتها حصلت ضجة كبيرة جدا، ودعا اتحاد الكورة لاجتماع مهم كان يوم 6 فبراير مع الأندية، وده الاجتماع الشهير اللي انسحب فيه المهندس خالد مرتجي بالزبط. لو تتذكر فاكر طبعا. وكان من أهم القرارات اللي اتخذت وقتها انه الغاء موضوع انه العب مثلا المباريات بدون ترتيب، لا انا مطالب ان مبارياتي تتلعب بالترتيب. اذا ده كان اقرار للموضوع اللي بيتكلم فيه النادي الاهلي دلوقتي. النادي الاهلي دلوقتي يعني والزمالك وبيراميدز فعلا ساعتها ما لعبوش بالظبط، والاهلي لعب مبارياته المؤجله بالترتيب وما لعبوش، استنوا لما الاهلي يلعب مبارياته. اذا انت بتتكلم في موضوع، هو انا لما يكون الموضوع ليا يبقى حاجه عظيمه، ولما يكون عليا يبقى لا ما عنديش مشكله. اعتقد حاجة غريبة. اعتقد ده يعني موضوع وانا مش عايز بس الناس تاخدنا لسكه اصله الاهلي والزمالك، ده موضوع يخص لا الدوري كله ويخص الكره المصريه كلها. الزمالك خالص الموضوع في اطار ان احنا عايزين مسابقه محترمه، نظام محترم، احترام كل المواعيد الخاصه بالمباريات بترتيبها، ده الاهم. صحيح، علاقه بالاهلي والزمالك خالص، كل الاحترام والتقدير للزمالك وكل الانديه يعني. طبعا، والاهلي كان بيانه واضح وصريح ان انا بحترم قرار الامن وما عنديش اي مشكله في قرار الامن لو في قرار فعلا صادر بهذا الشان من الامن، لكن انا كمان بتمسك بموقفي وبحقي انه العب اول مباراه ليا، ننتظر والعب اول مباراه مع الزمالك، وده يعني شيء يعني منطقي جدا، ويحط النقط على الحروف في اللي جاي. انت مش عايز الامور برضو تروح لسكه بعد كده، ما هو انت مش ضامن اللي ممكن يحصل، فممكن تلاقي مباريات تانية مؤجله، واي نادي يطلع يقول لك انا عايز اجل مباراه، اصلي مش عارف عندي مباراه مهمه في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه او كذا. فانت عايز تحط اسس تمشي عليها علشان تريح دماغك من البدايه في هذا الاطار تحديدا. وتفائلنا خيرا لما الاستاذ عمرو الجنايني طلع في البدايه وقال لك انا هعمل دوري منتظم، حاسبوني عليه بالدقيقه وبالساعه. فعلا قال كده، صح، قال كده صراحه. فبالتالي حتى يعني الاستاذ عمرو اديب المذيع قال له يعني هتعمل ده فعلا؟ قال له طبعا، دي حاجه بسيطه جدا. فبالتالي اعتقد ان هو اكيد طبعا كرئيس للجنه الاداره اكيد هو كان عارف كويس بيتكلم ازاي. الاستاذ حسام الزناتي مدير لجنه المسابقات، وانا كنت من اول الداعمين ليه على اعتبار ان هو عنصر شاب طبعاً وان هو كان ليه دور مهم في بطوله افريقيا. اعتقد انه يعني من غير المقبول انه حتى احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ايه هي ايه هي يعني لائحه البطوله، او ايه هي اللائحه اللي بتتلعب بيها الدوري السنه دي، محدش يعرف. صح. يعني الكلام ده لازم ينشر اصلا على موقع الاتحاد الدولي. لو اللي موجودين صراحه مش شايفين ان هم مش قادرين يادوا المهمه يستقيلوا، ودي ما فيهاش اي مشكله. انا شايف نفسي يقدروا ياخدوا خطوه زي دي. يقدر طبعا، ايه المشكله؟ انا شايف نفسي ان انا يعني عليا ضغوط، او ان انا مش قادر انفذ فكري، او ان انا مش قادر اعمل السيستم اللي انا جاي علشانه. خلاص يا جماعه، انا يعني بعفي نفسي من الحرج وبعفيكم من الحرج، وادي استقالتي، ويجي الجمعيه العموميه تعمل جمعيه طارئه وتنتخب مجلس جديد اللي يكمل الفتره. ايه المشكله؟ انا عايز اسالك سؤال يا حسام، هم دلوقتي بياخدوا قرارات على انهي لائحه؟ طبقا لانهي لائحه؟ محدش يعرف. يعني هو اصلا انت المفروض لجنه المسابقات تعلن اللائحه اللي هي بتشتغل بيها. يعني انت حتى ما تمش الاعلان عندها يعني، ولا في القسم الثاني على فكره بالمناسبه. دي حاجه غريبه. وبعدين انت بتتكلم في انه مثلا تفاجئ انه مثلا في لائحه بتطبق في لجنه الانضباط، انه السوشيال ميديا مثلا او الفيديوهات اللي بتتعرض هتتعمل بيها. طب ما المفروض انه يتم الاعلان عندها. هل الانديه عندها يعني صور من ده، او المفروض حتى على الموقع الرسمي يتم الاعلان عن ده؟
يتم الاعلان عنه ويتم التوقيع من الانديه بالزبط. على اللائحه دي طبعا مفيش الكلام ده ما حصلش بالظبط. فدي مشكله كبيره طبعا يعني بتدخلك في سكه تانية. فاذا الناس اللي بتقارن الموسم ده بالموسم الماضي عايزين يرجعونا تاني للخلف ومش عايزين ان الدنيا تمشي. وكل ما نحاول نبص قدام شويه ونحاول خلينا نعترف ان كان في اخطاء في الماضي، هو احنا عايزين نفس الاخطاء تتكرر؟ لا المفروض نتعلم منها. يعني ايه المطلوب يعني؟ والا ما كانتش الناس مشيت وجت لجنه جديده تدير الكره المصريه بالظبط. المهندس ثاني ابو ريده وخلاص وكمل الامور تمشي زي ما هي وخلاص. بالظبط. مفيش اي جديد حصل. مفيش اي جديد. هو في خلافات ما بين الخمسه؟ على ما يبدو ده وان كان مش ظاهر بشكل واضح لكن يعني في اكتر من مشهد كان بيظهر فيه مجموعه ومثلا بعض الافراد مش موجودين. وعلى سبيل المثال مؤتمر تقديم كابتن حسام البدري، كابتن محمد فضل ما كانش موجود، البعض ذهب الى انه ما كانش راضي عن تعيين الجهاز الفني. يعني في النهايه برضو يعني مع كامل احترامي للجنة الإدارة كأشخاص، أنا بحب دايما أسجل احترامي لكل الأشخاص على المستوى الشخصي. طبعا احنا نحترم الناس كلها. لكن على مستوى الأداء احنا بننتقد أيوة الأداء والمهنية بس، لكن على مستوى الأداء أنا شايف أنه أقل من المتوسط بمراحل يعني أقل من المتوسط. يعني أكيد طبعا ما فيش خبرة، كلهم يعني يكاد يكون أول مرة يشتغلوا في اتحاد الكورة، الا طبعا الاستاذ عمرو الجنايني كان عضو في مجلس اداره نادي الزمالك، لكن على مستوى اداره الكره المصريه او مجلس الاداره اول مره طبعا يشتغلوا. فبالتالي في قصور كبير جدا على كل المستويات داخل اتحاد الكره، وفي خبرات مش موجوده، وفي بطء شديد في التعامل مع الملفات، وفي حركه بطيئه جدا في اتخاذ القرارات وفي معالجه الاخطاء والكلام ده كله. كنا نتمنى وكنا متعشمين خير فعلا في اللجنة ان هي يعني تنقذ ما يمكن انقاذه. البعض طبعا بيتكلم انه اصله ده قرار امني، طيب هي اللجنة تعمل ايه؟ طب ما هو اي حد موجود مش هيقدر ياخد قرار. لا، انت دورك ان انت موجود وبتحاول بقدر المستطاع ان انت توصل لحلول وان انت تلاقي بدايل وان انت تحط شركائك الاندية في الصورة، وان انت لو عندك مشكله تجيب مثلا الانديه اطراف المشكله وتحطهم معاك في الصوره انه في واحد اتنين تلاته هيحصل والموقف هيكون كذا. لكن ان انت تطلع بقرارات الساعه واحدة ونص بالليل، قرارات التوقيت ده مهم قوي يعني. ليه لسه واحدة ونص بالليل؟ ليه طلع بالقرار الساعه 1 ونص؟ كمان نادي المقاولين عربي يعني كان ذنبه ايه يعني؟ انت عارف يعني امير كان بقالهم مثلا اسبوع بيستعد لاسوان فبيتمرن الساعه 3 العصر بالظبط على اساس الجو والكذا. كمان نادي اسوان حجز طيران على بالظبط. يعني انت لو واثق في قرارك هتطلعه بدري شويه، مش لما الناس تنام، مش لما الصحف ما خلاص تكون نزلت الطبعه الاولى بتاعتها، كلام من ده. فاهم قصدي؟ التوقيت مريب. انا كلمت حد من الجهاز الفني للمقاولين لما طلع القرار، انا قلت ابلغه يعني اعمل فيه جميله يعني. فكان نايم، الناس هتعمل ايه؟ ده كان الساعه 1 ونص 2 بالليل. يعني هم كانوا نايمين على اساس ان هم هيلعبوا اسوان، صح؟ لقوا نفسهم هيلعبوا الزمالك بالظبط. والله يا نهار ابيض، حاجه غريبه جدا يعني. طب وده برضو من ضمن الاعتراضات والامور الغريبه ان انت بتغير التوقيتات او المباريات نفسها. يعني بتجيب مباراه من الاسبوع الخامس تلعبها في الاسبوع الرابع وفريق بيستعد لمباراه بحجم معين يلاقي مباراه بحجم اكبر واصعب. فحاجه غريبه طبعاً. في الحقيقه ازاي فكروا في حاجه زي دي؟ يعني تفكير غريب جدا. ايه المنطقية؟ وبعدين انت اجلت مباراة، طب اجل الجولة كلها مثلا، فاهمني؟ مثلا بتتكلم ان لو اجلوا الجولة كلها هتبقى مبلوعة شوية. انت عارف يا امير ان الاندية مثلا اغلب الاندية دلوقتي يعني فرحانين ومساندين بشكل ظاهر او باطن لموقف الاهلي. ليه؟ لانه في النهاية يعني مع كامل احترامي لباقي الاندية مش هتقدر تاخد موقف زي النادي الاهلي. ليه؟ انت في النهاية برضو يعني النادي الاهلي نادي كبير. لما بياخد موقف كل الاجهزه بتتحرك على موقف النادي الاهلي. طبعا النادي طبعا الاكبر شعبيه، نادي جماهيري، الكل بيعمل له حساب، اي قرار بيتاخد الناس بتنتظره. فبالتالي موقف النادي الاهلي موقف يعني متضامن مع اغلب انديه الدوري الممتاز. نادي المقاولين لو يملك من الامر شيء ما كانش لعب مباراه الزمالك. صح. لكن هو عارف انه موقفه ضعيف لانه في النهايه مش بشعبيه النادي الاهلي. فبالتالي الغالبيه، مش هقول الكل، الغالبيه مساند
لموقف النادي الاهلي يعني انتصارا لحقوق الانديه في المستقبل. طيب بتشوف تدخل الوزير ازاي خصوصا في ظل الاجتماع اللي لسه ممتد لحد دلوقتي مع كابتن محمود الخطيب في منزل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بتشوف التدخل هل ده التوقيت المناسب ولا هم اتاخروا شويه سواء كوزاره او كاتحاد، وخصوصا الاتحاد امبارح ايه استفز الاهلي ازاي لما قال لك الحكام بتوع الماتش على طول ما تطرقش للبيان اللي اصدره النادي الاهلي. تمام، بس خلينا يعني نكون منصفين في نقطه انه السنه دي تحديدا من بدايه الدوري لجنه الحكام الرئيسيه برئاسه الكابتن جمال الغندور بتعلن عن الاسبوع كله قبل بدايته، يعني لما بيكون بكره ما انا هكمل لك. يعني بس انا قصدي على حاجه، مش معناه انه اتحاد الكوره خد قرار. أوكي على فكره اوكي انا ما عنديش مشكله، اعلن في التوقيت اللي انت بتعلن فيه عادي زي ما انت متعود من اول موسم، لكن في نفس الوقت رد على بيان الاهلي، انت ما ردتش على ده قصور من مجلس الاداره، لكن انا بقول لك ان لجنه الحكام عملت دورها اللي هو انا بعلن المباريات وانا ماليش علاقه بقرار مجلس اداره في او لجنه مسابقات فيما يخص تاجيل مباراه او الغائها. انا كلجنه حكام عندي لغايه دلوقتي الجدول هكذا بالوضع ده بما فيه مباراه الاهلي والجونه، فانا دوري ان انا اعلن عن الحكام بالزبط. فده كان دور لجنه الحكام وعملته بالظبط بالظبط، رغم ان المفروض اتحاد الكره يبقى لجنه الحكام ان لسه احنا مش عارفين بقى ده لو كان فعلا في قرار اتخذ من مجلس الاداره او كان في بيان بيتم تجهيزه او الكلام ده كله، لكن طبعا ده قصور من اللجنه انه ما حدش اتكلم وسابوا الامور تتازم وسابوا الامور تصل الى هذا الحد، وتدخل الوزير في النهايه. ما هو الوزير مش بيتدخل غير لما في اخر لحظه لما يلاقي المفروض مسؤول ما بيتحركش. فمين المسؤول؟ مجلس اداره اتحاد الكوره المفروض هو المسؤول. ما اتحركش وما فيش اي خطوه لحل المشكله دي. تمام، فبالتالي تدخل الوزير، موجود حاليا طبعا في منزل الكابتن محمود الخطيب. يعني بندعي له بالشفاء يا رب ان شاء الله باذن الله، ويطمنا ويطمن كل جماهير الكره المصريه عليه. طبعا اسطوره من اساطير الكره المصريه والعربيه والافريقيه غصب عن اي حد، هو اسطوره طبعاً لكره القدم المصريه، فخر لمصر كلها الكابتن محمود الخطيب باخلاقه باحترامه بمهاراته بفكره بتاريخه بتاريخه بكل حاجه. فبالتالي طبعاً يعني نتمنى له الشفاء العاجل يا رب إن شاء الله بإذن الله. الوزير طبعاً موجود دلوقتي مع مجلس الإدارة بالكامل في منزل كابتن محمود الخطيب. هي زيارة للسؤال عن الكابتن طبعاً، وأيضاً مناقشة الوضع. وأعتقد يعني أنه كمان مناقشة الوضع ككل، مش مباراة الجونة بس. كويس. يعني النادي الأهلي مقدم أكتر من بلاغ لجهة رسمية فعلا في امور بتسيء الشارع المصري كله مش جمهور الاهلي بس. صح. تمام. والنادي الاهلي تساءل حتى عبر مجلته الرسميه الى متى هذا الوضع. تمام، النادي الاهلي بيبعت في الشكاوى دي يعني لكل الجهات المسؤوله في الدوله. انا باسلك الطرق القانونيه، هل هناك طرق اخرى يمكن للنادي الاهلي ان يحصل بها على حقه غير الطرق القانونيه؟ ده النادي الاهلي منتظر اجابته من الدوله فعلا ومن كل اجهزه الدوله. فبالتالي ده اعتقد من ضمن كمان المواضيع اللي هيتم مناقشتها في هذا الاطار، لانه من غير المعقول ان انت بتكلمني على مسابقه منتظمه وعلى روح رياضيه وعلى ان انا ما يبقاش في احتقان ما بين الجماهير قبل المباريات المهمه، وفي نفس الوقت الناس كلها شايفه اللي بيحصل. يعني انت مش في احنا مش في معزل عن اللي بيحصل بالظبط. يعني فبالتالي الى متى فعلا يستمر هذا الامر؟ اعتقد انه مجلس الاداره مجلس اداره النادي الاهلي هيكون مطالب ان هو ينتظر اجابه على هذا السؤال، وممكن يتم مناقشه هذا الموضوع النهارده. سؤال منطقي طبعا طبعا، ومهم ان الاهلي بيتحرك، في ناس تانية بتتعرض للاهانات والشتائم وما بتتحركش، حاجه غريبه برضه. شوف انا بس انا عايز اقول لك على حاجه امير. يعني انا اخشى ما اخشاه انه الناس بدات تحس بالاحباط وباليأس، لأنه أنت المفروض لما بتشوف كل البذاءات دي والإساءات دي ومش لاقي أي رد فعل، أو مش لاقي أي يعني أقول إيه، بس مش لاقي أي 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 رد فعل من الناحية التانية، ومش لاقي أي عقوبة، وهو ما هو في النهاية برضو من أمن العقوبة أساء الأدب. ودي إساءة أدب متكررة يعني كل يوم وكل لحظة وكل ثانية، يعني ما فيش رادع خالص يعني. فبالتالي ايه الموقف فعلا؟ إن يعني الناس بدات تحس بالاحباط وباليأس للأسف من اللي بيحصل ده. الحل للخروج من الازمه دي يا حسين من وجهه نظرك؟ يعني اتمنى انه الحل يعني يكون في قواعد واسس
ثابته يتم بيها يعني ضمان انتظام مسابقه الدوري. ماذا لو كان الاهلي والزمالك مع بعض في مجموعه واحده في دوري ابطال افريقيا؟ كنت هنعمل ايه ساعتها؟ يعني اكيد يعني انا بقول انه الامن في مصر من اقوى اجهزه الامن في المنطقه كلها. طبعا. تمام؟ طبعا. في العالم كله. في العالم. مش هقول بدليل ان الادله كتير، لكن أكيد. تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه بالشكل اللي خرجت بيه من غير ولا مشكله واحده ومن غير ولا تجاوز واحد، اعتقد ده من اهم الادله على المستوى الرياضي. طبعا. تمام؟ فاذا اعتقد انه يعني انا عندي امل كبير ان اجهزه الدوله وانه الامن هياخذ على عاتقه خلال الفتره القادمه انه يكون في مسابقه منتظمه للدوري بالزبط. لانه كره القدم الان اصبحت صناعه وتتحكم في اقتصاد دول وليس صح. مجرد لعبه صح. العالم كله بيبص لك على المباراه زي الاهلي والزمالك، هي مباراه القمه وهي الديربي يعني من اقدم المباريات في الوطن العربي طبعاً. فبالتالي مهم جدا انه كل الصحف وكل وكالات الانباء منتظره المباراه لما تلاقي المباراه ما اتلعبتش. في كلام كتير هيتقال حوالين أكيد. الموضوع أكيد. ده فبالتالي اتمنى ان شاء الله وانا على فكره ده مش ضغط على الجهات الامنيه اطلاقا، بالعكس دي ثقه في الجهات الامنيه اطلاقا، قادرين يامنوا اي مباراه واي حدث في مصر بالظبط. واحنا عندنا الشهر الجاي ان شاء الله بطوله افريقيا تحت 23 سنه بالزبط. بالزبط. فبالتالي لا الامور ان شاء الله باذن الله تسير يعني من الافضل للافضل باذن الله في هذا الاطار تحديدا، خاصه الاطار الامني. وليه ما يكونش في اجتماع فعلا حتى على راسه وزير الداخليه مع وزير الشباب والرياضه مع رئيس لجنه اداره اتحاد الكره مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع مسؤول من الزمالك وكذا، وفي او حتى رؤساء الانديه كلهم بتوع الدوري او مندوب من كل نادي في الدوري، وفعلا يكون في مصارحه للموقف صح. الانديه مش في معزل عن الدوله، لا الانديه كلها ورا الدوله ومع الدوله وتحت اي ظرف كلنا طبعا كلنا يعني في اشخاص وكمصريين ورا الدوله في اي قرار في مصلحه الدوله طبعاً. تمام أكيد. لكن هتحطيني معاك في الصوره ورا جيشنا ورا شرطتنا ورا كل طبعاً. هذه الامور طبعا يعني فبالتالي اتمنى انه ده ممكن يحصل خلال الساعات القادمه مش الايام الساعات القادمه أتمنى. علشان يكون ده يعني برضو خطوه مهمه نبني عليها في اللي جاي، خاصة ان انا اتمنى انه احنا ما نشوفش اي مؤجلات اخرى في بطولة الدوري. نتمنى. هل في اي حلول بتلوح في الافق؟ اقتراحات؟ حتى الان طالما انه في اجتماع شغال دلوقتي، يعني احنا يعني قبل الاجتماع كان ممكن نتكهن، لكن انا بس عايز اشير لنقطة معينة فضل. ومحددة فضل. انه قرار الاهلي بانه مش هيلعب مباراة الجونة او اي مباراة قبل مباراة الزمالك، ده مش معناه انه مباراه الجونه تحديدا، لا النادي الاهلي بيتكلم على موقف، النادي الاهلي بيتكلم على حاله حصلت، النادي الاهلي عايز يحط ايده على الخطا اللي حصل ويشير ليه فالناس تشوف الخطا اللي حصل تمام. فبالتالي اجتماع الوزير النهارده وتحركه اعتقد ده من الامور المهمه انه فعلا الناس اللي كان الاهلي عايزها تشوف الخطا شافت الخطا وفي حلول بتجرى حاليا وننتظر نتيجة الاجتماع. يا رب نتمنى ان يبقى في حل، ونتمنى طبعا الامور تسير بشكل طبيعي في صالح الكرة المصرية، وده اللي كل جمهور الكرة المصرية بيستناه وبيرغب فيه. عشان الناس في الحقيقة يعني انا واحد عن نفسي حسام او كلنا بنتفرج على الدوريات الاوروبية مثلا صحيح، في البعض بيتفرج على الدوريات الاوروبية يقول لك يا عم الدوري المصري ايه ده، دي الصورة وحشة وانت بتتفرج الاداء مش زي ما بتشوفه في اوروبا كمان، بس الواحد بيحب الكرة المصرية، الواحد نفسه يتابع ويتمتع بالكره المصريه. شوف فمش عايزين نتحرم من الكلام ده دايما وابدا. يعني كان في مباريات يعني مباريات كبيره في دوري ابطال اوروبا وفي نفس التوقيت كان في مباريات بتقام في الدوري المصري طبعا، الناس بتتفرج على مباريات الدوري المصري بالظبط. انت في النهايه يعني اهلي او زمالك او اسماعيلي او اتحاد او مصري، الانديه الجماهيريه الجمهور بيروح لفرقته لازم طبعاً. يشوفها فبالتالي والله حتى باقي المباريات دلوقتي بقت ليها برضو يعني شريحه عايزه تتفرج أكيد. مجرد ان انت تتابع وتشوف تاثير النتيجه دي على المباراه. انا بحب اتابع كل ماتشات الدوري المصري شوف بصراحه، تاثير نتيجه المباراه دي على فريقي ومثلا وعلى الفريق المنافس وكذا. فبالتالي لا الدوري المصري طبعا سلعه مهمه، لكن اتمنى ان احنا نحسن التعامل معها مع السلعه دي، لان السلعه دي تحتاج مننا اهتمام اكتر من كده. لو اهتمينا بيها اكتر من كده
يعني وسيله مهمه من وسائل الدخل للبلد كلها. طبعا يعني شوف كام واحد شغال في هذا المجال، يعني بتتكلم على لعيبه واجهزه فنيه بتدور المسابقه تسويقيا. يعني دي دلوقتي بنشوف ايه، في بعض الماتشات اللي برشلونه بتتلعب بدري عشان الجمهور في الصين مثلا، صح، وفي المنطقه دي يبقى عايز يتفرج على برشلونه، ده جانب تسويقي مهم جدا بيجيب منه فلوس كتير قوي، خاصه ماتش الكلاسيكو نفس الموضوع كان هيبقى في نفس التوقيت ده عشان فده جانب تسويقي مهم. انت ليه بتتخلى عن جانب تسويقي هنا في مصر رغم ان انت عندك اقوى دوري في المنطقه العربيه دلوقتي؟ السعوديه بصراحه الدوري بقى قوي جدا، بس احنا اللي بناخر نفسنا، الدوري السعودي اللي عطل نفسنا. هقول لك الدوري السعودي بقى دوري قوي بسبب اللي بتتكلم عليه ده يا امير، يعني انه تم تهيئه كل الظروف المحيطه خارج المستطيل الاخضر. هو انت في النهايه في الملعب مش هو ده بس الصوره، انت اللي حوالين الملعب ده هو المهم. بالظبط، صح. شوف صح. الجمهور عامل ازاي، شوف التصوير التلفزيوني عامل ازاي، شوف التسويق نفسه للدوري، شوف الخدمات اللي بتتقدم للجمهور. هو رايح رحله بيقضي يوم كامل، صح، في الملعب بياكل ويشرب وكانه رايح يتفسح، كانه رايح يتفرج على فيلم في السينما او مسرحيه. بالظبط. لكن انت عايز تخليني اروح اتفرج على مباراه بدون جمهور لغايه دلوقتي، اعتقد الموضوع صعب جدا. يعني صعب جدا، وحتى ده بيأثر على المنتخب. انت عندك الجيل ده عمره ما لعب قدام جمهور في الدوري، ده اللي اثر علينا بشكل كبير جدا في بطوله الامم الافريقيه فعلا اللي خرجنا فيها بدري. انت عمره ما لعب قدام جمهور، فبالتالي ده يعني من الموضوعات المهمه اللي أكيد. واعتقد أكيد. كمان حتى الجهاز الفني للمنتخب اكيد هيتكلم في النقطه دي. بالظبط، هو فعلا اتكلم. يعني بما اننا اتكلمنا عن المنتخب نروح للمنتخب الوطني الاول، وهنتكلم عن المنتخب الاولمبي كمان التحدي المقبل بالنسبه له. بما اننا بنتكلم عن الجمهور ومنتخب مصر النهارده، مثلا من الوطن سبورت بيقول لك كابتن حسام بدري بيطلب حضور 40,000 مشجع في مباراه مصر وكينيا، وبيقول لك ان انا محتاج ان اللعيبه تلعب قدام جماهير عشان تتعود على الضغوط، خصوصا ان احنا مفتقدين الجماهير الفتره اللي فاتت، فاللاعبين بيتاثروا لما بيلعبوا فجاه قدام عدد كبير جدا من الجماهير. بتشوف الطلب ده ازاي؟ انا نفسي اشوف مباراه مصر وكينيا في استاد القاهره بحضور 100,000 متفرج. يا ريت يا ريت. يعني انا نفسي، يعني بصراحه، يعني مش عارف والله يا امير. بص يعني حاجه تحزن فعلا فعلا. يعني الواحد بيحاول برضه ان هو يختار الفاظه بعنايه، لكن فعلا الموضوع محزن. يعني استاد القاهره ده اللي بيضايق الواحد، هو يخليه مثلا يعني يتكلم باسلوب مش حابب يتكلم. انا بقول لك انا بحاول والله اختار الالفاظ بعنايه طبعاً شديده جدا طبعاً. لكن انت بتتكلم حتى استاد القاهره اللي اتصرف عليه ملايين الملايين على طول بيجهز، على طول بيجهز، على طول في صيانه. كاس الامم واتقال صراحه انه بعد كاس الامم هيستقبل مباريات الدوري، وانه الجمهور هيرجع، وانه كذا وكذا وكذا، مفيش ولا حاجه اتعملت. الحاجات دي كانت بتبقى بناء على ايه؟ يعني الوعود اللي بتتقال دي بناء على ايه؟ يعني المفروض ماتش اهلي والزمالك اللي كان يتلعب اول امبارح كان المفروض اصلا في استاد القاهره كمان. صحيح. فعلا. واكيد هم كانوا واخدين موافقات امنيه. طبعا. وعلى اساس هذه الموافقات حطوا الجدول وحطوا المواعيد وحطوا الملاعب. لا شوف، موضوع المباراه او ميعادها اكيد ممكن طبعا يستجد اي جديد، طبعا. لكن انت بتتكلم على الملعب نفسه، هو استاد القاهره ليه مش بيستخدم؟ مش عارف. ليه مش بيقام عليه مباريات؟ على فكره استاد القاهره جاهز بنسبه 100% فعلا لاستقبال المباريات. لكن مفيش اي سبب واحد يدعو الى انه استاد القاهره يتصرف عليه الملايين دي كلها ويتقفل. يعني يرضي مين الكلام ده؟ يعني ممكن يبقى السبب، الله اعلم. انت بتحاول تدور على السبب دايما، بس مفيش سبب. دايما بتسال على استاد القاهره جاهز، بس مش قرار، يعني مش قرار الاستاد نفسه. يعني مش الاستاد نفسه يقول لك تعالى العب عندي مباريات يعني. فبالتالي موضوع مهم. استاد القاهره اتكلمنا عليه انه ده تاريخ مصر الرياضي، وانه ده اقدم استاد في افريقيا، وانه استاد الرعب افريقيا السمراء، وانه استاد الرعب، واعظم انجازاتنا كانت في استاد القاهره. وكل ما جهاز فني للمنتخب يجي يقول لك نفسي العب على استاد القاهره، وده الملعب الرئيسي بتاعي. وكمان او يعني الكابتن حسام البدري لما جه كان المفروض اول مباراه هتقام في استاد القاهره. والمنتخب يعني علشان اقول لك انه الملعب جاهز، المنتخب اتمرن على استاد القاهره. ولو الملعب مش جاهز مش هيتمرن على استاد القاهره، اتمرن حوالي تمرينتين او ثلاثه وبعدين سافر برج العرب. فبالتالي اتمنى انه كل الامور دي تتحط في الحسبان يا جماعه. يعني ضربه بالمرزبه ولا مية بالشاكوش. يعني ده مثل شعبي. يعني تعالى اقعد حل كل الازمات دي كلها، ايا كان مين المسؤول اللي يحل. نتمنى. تعالى اتكلم، هات كل المسؤولين، اقعد في قعده كده عند استاد القاهره، عندي مفيش جمهور، عندي رابطه الانديه المحترفه، عندي مباريات الاهلي والزمالك، عندي مش عارف لائحه الانديه، كل ده حل كل ده. انت بتتكلم في ملايين الملايين مهدره من عدم اقامه المباريات بجمهور.
للاسف. بتتكلم في ملايين الملايين مهدره بسبب انك انت استاد القاهره تتصرف عليه المبالغ دي كلها واتقفل. طب ما انت عملت تجربه ناجحه من خلال شركه تذكرتي في كاس الامم، والتجربه هتستمر كمان في كاس الامم اللي جايه تحت 23 عام. ما هي نفس الموضوع في نفس المكان، هنلعب في نفس الملعب. انت لا انت احنا انتظرنا ان التجربه دي تتعمل في الدوري، في الدوري. مع احترامي للسكواش، هو دلوقتي طبعا يعني هيعملوها في بطوله من بطولات السكواش اللي هتتعمل في الاهرام، بس يعني الاولى بها كره القدم. يعني ما قلنا مش بنقول دخل كل الجمهور، 5000 10000 15000 20000 يعني ابدا. المهم ان انت تبدا. نتمنى انه المشكله ان احنا بدانا على فكره، يعني احنا بدانا قبل كده، بس بنرجع للنقطه الاولى في الاخر، يعني مش عارف ليه بصراحه. في كل الاحوال ان شاء الله نتمنى ان الدنيا تمشي بشكل مميز خلال الفتره الجايه. اتكلمنا عن المنتخب الاول، عايز اتكلم عن المنتخب الاولمبي وتحدي مهم قوي طبعا. عايز تكسب البطوله هنا في مصر، وعايز طبعا تتاهل لاولمبياد طوكيو 2020. بتشوف ازاي فرص المنتخب الاولمبي الفوز باللقب ده والتاهل، خصوصا في ظل الانتقادات اللي كانت موجوده على الجهاز الفني بعد المباراه الوديه الاخيره امام جنوب افريقيا؟ يعني طبعا انا مش بعول كتير على المباريات الوديه. كويس. يعني من حق اي جهاز فني ان هو يجرب اللعيبه بتاعته، حتى لو مباريات وديه اخيره يجرب، حتى لو اخيره. يعني انا اهم حاجه عندي ان انا لما تيجي المباراه الرسميه الاقيك جاهز 100% وبتادي. حلو. كويس. يعني دايما بنقول ان المباريات الرسميه اهم هي المهمه. انا لازم اغلط في المباريات الوديه طبعًا. سواء كلاعب او كجهاز فني طبعا بجرب حاجه ما عجبتني مش هجرب في مباراه رسميه. فبالتالي طبعا مش عايز اتكلم كتير على المباراه الوديه، الناس كلها اتكلمت عنها، يعني انه الاداء ما كانش اللي هو بصراحه. الناس قلقانه، يعني الناس قلقانه، بس الثقه موجوده في الجهاز الفني وفي اللعيبه، لكن الناس قلقانه طبيعي. إن الجمهور حقه يقلق طبعًا. تمام. لكن انا كجهاز فني المفروض ان انا عندي ثقه كبيره جدا في نفسي وفي اللعيبه وفي الادوات اللي معايا، واحنا كلنا عندنا ثقه في الكابتن شوقي غريب وفي الجهاز الفني المعاون معاه وفي كل المجموعه اللي موجوده. انت عندك مجموعه يعني من اللعيبه، ده الجيل اللي هيكون منتخب مصر الاول بعد سنه او دلوقتي كمان، يعني بعد البطوله مباشره. فبالتالي انت عندك من العناصر اللي تخليك تقدر تواجه اي منتخب. الناس بتتكلم ان احنا في مجموعه صعبه، فعلا مجموعه صعبه، لكن انت كمان منتخب لا يستهان به بالعناصر اللي موجوده عندك. يعني انت بتتكلم في يعني 90% منهم بيلعبوا اساسي مع فرقهم في الدوري الممتاز. تمام. فبالتالي ما فيش اي مبرر ان انت يعني تكون اقل من الاداء المنتظر او من النتيجه المنتظره. لكن اتمنى انه الجهاز الفني او انه منتخبنا الاولمبي يكون معاه دعم من الجمهور ان شاء الله. أكيد ده مؤكد طبعا. في البطوله الافريقيه المؤهله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الاجتماع خلص يا جماعه، لسه مستمر؟ لسه مستمر الاجتماع، وحتى الان لم ينتهي اجتماع الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع الكابتن محمود الخطيب في منزل الكابتن محمود الخطيب لايجاد حل للازمه الحاليه على الساحه الرياضيه المصريه. يا استاذ حسام انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني كالعاده، وببقى مبسوط قوي انت معايا. شكرا يا امير، انا سعيد بوجودي معاك طبعا وبوجودي في قناه النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. لو في اي جديد اكيد قناه النادي الاهلي هتبلغكم بيه على مدار اليوم النهارده. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، ان شاء الله بكره حلقه جديده انتظرونا. الى اللقاء.